قرار عادل ودستوري. لماذا؟ لأن أولا كان مجال لتقديم دفعات من طرف محامين لكل الأطراف، ولكن كان هناك عملية تتعلق إجراء يتعلق بترجمة وثيقة باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وهذا يعني دستوري. استجابت المحكمة لهذا الطلب وأخرت القضية لجلسة 29 شهر 12 لمناقشة القضية. احنا عندنا متهم واحد فيما يتعلق بمجموعة من الجرائم الجنائية، لأن هناك ثلاثة متهمين متابعين بجنحة. المتهم الأصلي متابع بجنايات، كلها جنايات، فبالتالي متهم واحد. لما كتشوف بأن الوقائع اللي موجودة في الملف منسجمة مع التصريحات ديال المتهم، ما كتبقاش، أنا بالنسبة لي ليه قناعتي أن ما كتبقاش المجال فين نجيبوا بعض الأشياء، وسمعني يعني كتكون كافية، يعني كافية النقاش في إطار الموجود. الحكم اللي كان سمعني الحكم العادل، العادل اللي ممكن ينسجم مع سلسلة الجرائم التي وقعت على المرحوم عدنان بوشوف.